يعني انا بس يعني عايز اسال حضرتك فيما يخص التفاصيل العروض، ما حدش الاول قال لك ان انت شبه احمد الكاس ولا لا؟ ما احنا كلنا قرايب، خلي بالك الجماعه النوبيين احنا كلنا قرايب، هتلاقيني شبه احمد الكاس وهتلاقيني شبه اسامه عرابي وممكن لا اكون. لا، شبه احمد الكاس. طب تمام، ده فخر ليا. يعني في بقول لك احمد شبه الكاس ده احمد. حبيبي، خلي بالك. لا، هو حبيب الكل احمد الكاس، نجم كبير. قول لي تفاصيل العرض، يعني انت بتكلم على الانديه، هل في انديه معينه طالبه شيكابالا، طالبه حسام عاشور؟ وليه شيكابالا تحديدا وليه حسام عاشور تحديدا؟ والله يعني هو الدوري الامريكي معروف واسامي الانديه معروفه، انا مش محتاج ان انا اقول اسامي انديه، انت تخش على جوجل وهتعرف الدوري الامريكي مين ويملكه مين والانفستمنت هنا شكله عامل ازاي بالنسبه للعيبه. حكايه ان هم عايزين الاسامي دي، لا هم عايزين لعيبه لعبوا فريق اول، لعبوا يعني كان في تجربه للكابتن عمر جابر تقريبا من حوالي سنه او عمر شويه، جابر. كان في تجربة، أنا ما أعرفش تفاصيل التجربة إيه وما أعرفش هل هي انتهت على إيه، بس أنا أعرفه إن هو جه لعب سنة وبعدين رجع. فسواء في بوسطن في أندية طبعًا معروف هي أساميها إيه ويملكها مين، وسواء هنا في لا إنديانا ثواني في بس، علشان نبقى يعني ايه، فيما يخص انت بتتكلم على نجمين كبيرين سواء تمام شيكابالا او حسام عاشور، تمام تمام وبالتالي احنا بنخاطب الناس، فلازم يبقى في تفاصيل للانديه، يعني مثلا نادي جالاكسي، في انديه تانية، يعني في انديه واضحه، ولا انت ولا لوس انجلوس، يعني هل ولا انت لسه بتسوق حسام عاشور وشيكابالا في الدوري الامريكي، فانت هتعرض اسمائهم او السي في بتاعهم في انديه في امريكا؟ هو اولا السي في بتاع الناس دي عندي، لان السي في بتاع الناس دي بابليك، دي لعيبه لعبت منتخب اول، دي فئه اولى تمام. والنادي بتاع بوسطن اسمه ريفوليوشن، نيو انجلاند ريفوليوشن. حلو قوي. ده اللي عايز كباله. ما خلينا اكمل كلامي عشان نبقى اتفضل. واضحين ماشي، وريت، حلو قوي. لان انا عارف ان انا على الهوا والكلام محسوب، بالظبط، الكلام محسوب على تامر عز في مصر ومحسوب عليا انا هنا. ومحسوب علينا احنا في البريمو للمشاهدين، فانا يهمني جدا ان يكون في دقة كبيرة جدا ووضوح في تفاصيل العرض. تمام. كأرقام طبعا ما ينفعش نقول ارقام، لان الارقام دي لسه طبعا فيها مفاوضات وشد وجذب ومده التعاقد وهل شيكابالا عايز يسيب الزمالك ولا لا، لان التفاصيل الداخليه دي كلها اللي يعرفها اكتر مني تامر عز في مصر. ماشي، الناديين احنا هنا خاطبناهم باسم ايفر جرين. حلو. الارقام معلش سامحني ما اقدرش اعلن، تتراوح ما اقدرش اعلن برضو معلش انا اسف، يعني تقريبا، اي ارقام معروف ارقام امريكا شكلها عامل ازاي؟ ما انا ما اعرفش، انا واحد شغال في الكوره بقالي 20 سنه، انا ما اعرفش، فممكن تقول لي بيني وبينك ما حدش واخد باله يعني. محدش واخد باله، احنا على الهوا، ما تصلي على النبي يا عم اسكان. ما تصلي على النبي يا عم. طيب، لا ارقام كويسه ان شاء الله، ايوه، ارقام يعني كويسه مليون دولار، اقل من مليون دولار. يا عم، يجيب الخير، ربنا يجيب ما الخير، ربنا جابوا يجيب عرض. الخير، بس يعني عشان يبقى الخبر دقيق يعني. لا لا لا، الارقام دي بقى ايه، تاخدها انت من تامر عز ما تاخدهاش مني انا، لان الشركه شركته هو. ماشي، خلينا في موضوع الارقام ده فيما يخص شيكابالا، ان في عرضين من ناديين، مظبوط كده؟ تمام، مظبوط مظبوط. الناديين اسمهم ايه؟ هو ما اللي فيه تفاوض، احنا بنقول دلوقتي حلو فيه حلو تفاوض. التفاوض، ماشي اوكي. فيه تفاوض، النادي في نادي هنا في انديانا اسمه اندي 11، ادي واحد، النادي الثاني وفي تاني اسمه نيو انجلاند ريفولوشن. حلو قوي. مدة التعاقد هل هي زي ما انا عرفت ان هي موسمين؟ لا لسه برضو دي فيها تفاوض، دي برضو ترجع فيها للكابتن تامر عز ايفر جرين. ماشي، خلينا في قصة شيكابالا. طب انت تواصلت مع شيكابالا ولا لا؟ تواصلنا مع شيكابالا، تواصلنا مع شيكابالا تامر. اتفضل. خلي بالك ان شيكابالا قريبنا برضو يعني. ما طبعا من نوبة. تمام، شيكابالا من نوبة. ماشي، لكن انا بتكلم على شيكابالا، هل هو رحب بالعروض ولا قفل القصة؟ لا لسه برضو فيها شد وجذب، يعني هو كلامه برضو لسه مع تامر عز. ما ايوه، هو انا برضو كنت
انا كنت احب ان تامر عز يكون ما موجود في يا استاذ يا باشمهندس، انت راجل طبعا يعني متواصل، واحنا جايبينك من امريكا تحديدا علشان انت متواصل مع وجودك هناك. طبعا تامر مهم جدا هنا، لكن انت طبعا اللي بتخلص وبتتفاوض مع الانديه في امريكا. تمام. هل شيكابالا موافق على الانتقال للدوري الامريكي ولا لا؟ اعتقد مرحب والله اعتقد، بصوا والله اعلم، صلي على النبي. هو موضوع السلام. السن وان الناس دي بتاخد الفئه الاولى، فمعروف يعني ان يعني مثلا ايه لعيب الكوره الخبره بيبقى عارف ان هو مثلا فاضل له مثلا وانس ان هو عدى ال 35 سنه، بيبقى عارف ان هو فاضل له مثلا سنه او سنتين او. ومعروف ان الدوري الامريكي بيجيب الاسامي الكبيره دي، يعني هم جابوا ديفيد بيكام، وديفيد بيكام عمل جود في فيدباك يعني، وبعد كده هو جابه زلطان عمل جود فيدباك، وعشان كده يعني هم بيجيبوا الفئه الاولى. فاعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا يجيب الخير، بس اهم حاجه ربنا يجيب الخير، ان احنا لما يعني هنتكلم مع شيكابالا ان شاء الله ربنا يسهل، طيب وعرض ان شاء الله ما يترفضش بامر الله تعالى. طيب شيكابالا دلوقتي مرتبط مع نادي الزمالك، تمام بعد تمام هل انتوا تواصلتوا مع نادي الزمالك ولا لا؟ تامر عز تامر عز دي نادي تمام دي يعني ده ما هو ايه تامر علاقة تامر عز؟ عز ما هو تامر عز نعم هو اللي مع نادي الزمالك، ما هو تامر عز هو اللي موجود عند حضرتك في مصر.